مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار الخامسة مساء وفي أبرز عناوينها: اللجنة العمانية القطرية توقع عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والتربوي وتناقش تطوير المشاريع الاستثمارية بين البلدين. الأهالي ينظمون حملات تنظيف بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص مع بدء تلاشي تأثيرات أخدود المنخفض الجوي. وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تطورات القضايا العربية الراهنة. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة أبرز محاور لقاء معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة العمانية القطرية المشتركة في الدوحة، والتي تم خلالها التوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي السادس لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة. كما بحثت اللجنة موضوع إعارة المعلمين العمانيين لدى هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم والمنح الدراسية المقدمة للطلبة العمانيين من دولة قطر. كما تطرقت اللجنة إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والثروة السمكية والنقل والبلديات الإقليمية وموارد المياه، بالإضافة إلى الشؤون الرياضية. وبحثت اللجنة المشتركة عددا من المشاريع الاستثمارية بين البلدين، أهمها مشروع ديار رأس الحد السياحي ومشروع كرو للسيارات وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية. كما تم دعوة الجانب القطري للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي. ترأس الجانب العماني معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما ترأس الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر. التعاون والتكاتف سمة امتاز بها المجتمع العماني، ومع أي أنواء تبرز هذه القيم بشكل جلي. وفي هذا الإطار بذل أهالي ولاية نخل بالتعاون مع بلدية الولاية جهودا حثيثة في إزالة مخلفات الأمطار والأودية، خاصة في متنزه عين الثوارة وبلدتي الطو وحلبان، عبر تنظيم معسكر لإزالة مخلفات الأمطار لتعاود مياه الأفلاج جريانها كما كانت عليه من قبل. كما هو طبع العمانيين في تعاونهم وتكاتفهم وحبهم للعمل التطوعي، فقد نظم أهالي ولاية نخل بالتعاون مع بلدية نخل معسكر عمل تطوعي بمشاركة مختلف الفرق الأهلية والرياضية، وذلك لتنظيف الأضرار التي خلفتها الأودية التي جرت نتيجة الأمطار الغزيرة على مختلف قرى الولاية. وقد أبرز التلاحم الشباب من جميع الفرق الرياضية بالولاية، إضافة إلى مشاركة صندوق نخل للزكاة وجمعية المرأة العمانية بنخل في التخفيف المباشر من تلك الأضرار، وكذلك مشاركة أهالي بلدة الطو وبلدة حلبان بمعسكر مماثل في قراهم. وقد شملت تلك الأعمال صيانة الأفلاج وتنظيفها، وشملت أيضا مختلف الأحياء السكنية والطرقات، حيث قام الأهالي بإزالة مخلفات الطمي والحجارة وفتح مجار العيون والأفلاج وإزالة مخلفات الأشجار. سيف بن خلفان الكندي، ولاية نخل. وبعد جريان الأودية ازدادت نسب احتجاز السدود في أغلب المحافظات الشمالية للسلطنة، وسجل سد وادي ضيقة زيادة في كمية المياه المحتجزة بلغت نحو 93 مليون متر مكعب من المياه،
فيما دعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من فيضانات السدود حفاظا على سلامتهم. هذا وأكدت الوزارة أن أكثر من 60 سدا بمختلف الاستخدامات في محافظات السلطنة تعمل بكل كفاءة. يسقط المطر، تهبط الأودية، يفيض بعضها ليأخذ مجراه نحو هذه السدود المائية التي تتوزع على مختلف محافظات السلطنة. خلال الأيام الماضية أثبتت هذه السدود كفاءتها في احتباس كميات كبيرة من المياه، بعضها ما زال يستوعب كميات أخرى، والبعض الآخر امتلأ ليشكل شلالات تنساب في مجاري الأودية لتغذي الخزانات الجوفية. أكثر من 60 سدا تتوزع ما بين سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات تنتشر في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، تبرز أهميتها في دورها المتمثل في احتجاز كميات المياه ومنعها من التوجه نحو البحر، ما يعزز الاستفادة منها واستخدامها لجميع أغراض الحياة المختلفة. الفترة ما قبل الحالة الجوية شهدت هذه السدود زيارات ميدانية مكثفة من قبل القائمين عليها في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للتأكد من مدى سلامتها وسلامة المنشآت المرافقة لها. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. السلطنة أفضل وجهة سياحية عربية لدى السياح الألمان. يستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وموضوع الأمن المائي العربي. ويترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. في دورة غير عادية اختار وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط أمينا عاما جديدا للجامعة العربية خلفا للدكتور نبيل العربي. وقد شاركت السلطنة بوفد برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاجتماع الذي دعت إليه مصر، حيث تنتهي ولاية العربي في 30 من يونيو القادم. لقد حاولت سيادة الرئيس قدر جهدي الحفاظ على كيان الجامعة في خضم من الزوابع والرياح العاصفة، وقاومت بكل ما أملك من حجج وقدرات مواجهة بعض التوجهات التي كان يمكن أن تغير من طبيعة الجامعة وتحيد بها عن مسارها كإطار عربي جامع حاضر لتطلعات شعوب الأمم العربية ودولها. في جلسة تشاورية للسادة وزراء الخارجية اتسمت مناقشاتها بروح الأخوة والمسؤولية والصراحة التامة والحرص على تحقيق التوافق حول هذا الموضوع البالغ الأهمية، وخلصت تلك المشاورات إلى اعتماد القرار التالي: 1. الموافقة على تعيين معالي السيد أحمد علي أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وقد عقد مجلس الجامعة بعد ذلك دورته العادية 45 لمناقشة تحديات الأمن القومي العربي في فلسطين واليمن وليبيا وسوريا. تعين علينا دفع وحث الجميع على السير الجاد على طريق الحل السياسي الشامل للمأساة السورية، وهو الحل الذي قلنا في الأردن ومنذ بداية الأزمة بأنه الحل الوحيد لها.
وقد اعتمد مجلس الجامعة مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على القمة العربية المقبلة. هناك الكثير من التحديات الاقتصادية أيضا، والتي يجب أن نوليها اهتماما شديدا، خاصة عن طريق تطوير آلية القمة الاقتصادية وغيرها من الآليات المتعلقة بهذا الشأن، في ظل الوضع العربي الذي أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا نتيجة للأزمة المالية التي تواجهها كثير من الدول العربية. يذكر أن الوزراء عقدوا جلسة مغلقة للتشاور حول عدد من القضايا المطروحة على أجندة مجلس الجامعة القادم. ينتظر الأمين العام الجديد للجامعة العربية مهمات صعبة، على رأسها إكمال إصلاح الجامعة وتفعيل دورها الإقليمية في ظل تحديات وجودية للنظام العربي. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. أيدت منظمة الصحة العالمية مقترح السلطنة حول ضرورة وجود رؤية لحماية المريض من الآثار الجانبية للمستشفيات. جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الأول لمسؤول الصحة في العالم في العاصمة البريطانية لندن، والذي تشارك فيه السلطنة بوفد يترأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. المجتمعون كان هناك في إجماع على لابد من توعية العاملين في القطاع الصحي على الشفافية، والتي ولله الحمد مبدأ من مبادئنا في وزارة الصحة، الشفافية، على التعلم من الأخطاء التي قد تصدر، على أيضا تفاديها مستقبلا. ما أعجب به الجميع، ما يوجد لدينا في السلطنة، هو التبليغ بالنظام الإلكتروني في مؤسساتنا الصحية عما يعتقد العاملين في القطاع الصحي أنه حصل خطأ في أي جزء من النظام الصحي، التبليغ، وتقوم بعد ذلك دوائر الجودة في المؤسسات بدراسة هذه التباليغ وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفاديها مستقبلا. قدمت السلطنة، أو تقدمت شخصيا اليوم، باقتراح أن يكون هناك يوم عالمي لسلامة المرضى، وقوبل هذا المقترح بالموافقة من كافة الحضور، وسيكون العام المقبل إعلان عن أول يوم لسلامة المرضى في اجتماع وزاري آخر سيعقد في إحدى الدول الأوروبية بإذن الله. حصلت السلطنة على جائزة أفضل وجهة سياحية عربية لدى السياح الألمان، وذلك على هامش معرض بورصة برلين الدولي للسفر. مراسلتنا في برلين إيفلين أبو عساف تضعنا ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. لليوم الثاني على التوالي يفتح معرض بورصة السفر والسياحة العالمي في برلين أبوابه أمام خبراء القطاع السياحي والمهتمين به من جميع أنحاء العالم. للسلطنة حضور مميز في هذا المعرض تتوج باستلام العديد من الجوائز. حصلت السلطنة ولله الحمد على هامش مشاركتها في فعاليات معرض بورصة السفر العالمي في برلين على المركز الأول كأفضل وجهة عربية مفضلة للسياح الألمان حسب تقييم موقع جو ايشيا، واللي هو طبعا يتم عن طريق تقييم المشاركين والمتابعين لهذا الموقع. بالمقارنة مع العام الماضي كانت السلطنة احتلت المركز الثاني، فلله الحمد على هذا التوفيق والنجاح في المركز الأول. وأيضا حصل مكتب التمثيل السياحي التابع لوزارة السياحة على المركز الثالث كأفضل مكتب عربي في السوق الألماني. الجناح العماني لفت أنظار الزائرين بشكله الهندسي المميز الذي جمع بين الحداثة والطابع المعماري العماني الأصيل، وشهد إقبالا كبيرا من قبل المهتمين في القطاع السياحي العالمي وعدد من المستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى ما تجذبهم ثقافة السلطنة وحضارتها وطبيعتها الخلابة. لقد زرت عمان مرة واحدة، وتلك الزيارة كانت كفيلة بأن تجعلني أعشق هذا البلد، وبالتأكيد سأزورها قريبا مرة أخرى. أنا من النمسا، من بلد الجبال، وعمان غنية بجبالها ووديانها وطبيعتها الخلابة. هذا ما شدني للتعرف على هذا البلد المميز، وما جعلني آتي إلى هنا لكي أخذ فكرة عن ما تقدمه السلطنة من إمكانيات سياحية. وأنا بالطبع سوف أزور السلطنة، متشوق جدا لرؤية هذا البلد الذي سمعت عنه الكثير. الجناح العماني والذي امتد على مساحة 330 مترا مربعا في الواجهة الرئيسية للقاعة المخصصة لأجنحة معارض الدول العربية، أثار رغبة الزائر في التعرف أكثر على ما تقدمه السلطنة في المجال السياحي.
الطبيعة الساحرة، الأصالة والعراقة، الأمان والاستقرار، مقومات تجعل من السلطنة بلدا جذابا للسائح والمستثمر على حد سواء. إفلين أبو عساف للتلفزيون سلطنة عمان برلين. أسدل الستار على أعمال الندوة الرابعة لأمن المرافق الحيوية والتي نظمتها شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للعمليات. شارك في الندوة أكثر من 250 مشاركا من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأمنية والعسكرية. الندوة الرابعة لأمن المرافق الحيوية قدمها نخبة من المحاضرين من ذوي الخبرات المحلية والدولية، والتي جاءت من أجل تعزيز التواصل بين جميع المختصين في مجال الأمن والسلامة والتوصل إلى كل ما هو جديد في مجال تقنية المعلومات، إلى جانب الارتقاء بمستوى المسؤولين والكوادر التي تعمل في مجال الأمن والحماية. الندوة ولمدة 3 أيام ناقشت عدة محاور تمثلت في التعرف على منظومة الأمن الوقائي والإدارة الأمنية الحديثة وكيفية التعامل مع المخاطر والتهديدات والأزمات الأمنية، إضافة إلى الاطلاع على التقنيات الأمنية الحديثة في مجال أمن المنشآت من خلال ما قدم في المعرض المصاحب للندوة. طبعا المحاضرة ركزت بشكل أساسي على أهم مخاطر أمن المعلومات التي ممكن تتعرض لها المؤسسات سواء في الوقت الحالي أو المستقبل. كما تعرف طبعا تزايد استخدام تقنية المعلومات بشكل كبير ودخلت شتى مجالات الحياة، وبالتالي برزت أهمية أمن المعلومات. طبعا تم التطرق إلى العنصر البشري وهو العنصر الأهم، تم التطرق إلى التداخل بين الحياة الشخصية والعملية كنتيجة لاستخدام مختلف تقنيات المعلومات، كما أيضا تطرق إلى مختلف المخاطر الأخرى المرتبطة بالتقنيات وغيرها. في ختام الندوة الرابعة لأمن المرافق والمنشآت الحيوية، نأمل من جميع المشاركين الاستفادة من أوراق العمل التي طرحت وتطبيقها على أرض الواقع، وندعو المعنيين بالمنشآت والمرافق الحيوية الأخذ بالمبادرة لتطوير معايير الاحتياطات والتدابير الأمنية بما يحقق الأمن الوقائي الذاتي لها. الندوة جاءت بهدف تقديم المعارف والتجارب والخبرات التخصصية المعنية بأمن المرافق الحيوية، والتي تعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية في البلاد، ولضمان تحقيق الحماية الأمنية الوقائية لمرافق البنية الأساسية الوطنية وفق المعايير الدولية. هكذا اختتمت الندوة الرابعة لأمن المرافق الحيوية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، جاءت بهدف تعزيز الشراكة بينها والقائمين على إدارة المنشآت الحيوية المختلفة في السلطنة. الملازم أول منير بن محمد آل سنان، مسقط. أدى طلبة الصف الرابع من التعليم الأساسي بمدارس محافظة البريمي الاختبار التجريبي للدراسات الدولية لقياس مهارات القراء البيرلز، وذلك استعدادا للاختبار الفعلي الذي سيكون في الرابع من إبريل القادم على مستوى السلطنة. المسابقة الدولية تنظم بإشراف الجمعية الدولية لمراقبة وتقويم التحصيل التربوي، وتقام كل 5 سنوات. طلاب وطالبات الصف الرابع وفي جو يملأه الحماس والتركيز يقومون بالإجابة على أسئلة الاختبار التجريبي للدراسات الدولية لقياس مهارات القراءة تمهيدا للاختبار الفعلي. يأتي تطبيق الاختبار التجريبي الأول لقياس مهارات القراءة في الدراسة الدولية على مستوى السلطنة، الاختبار التجريبي الأول في هذا اليوم، وفي حقيقة هو التجريبي رقم 2 في تعليمية محافظة البريم بعد أن طبقنا الاختبار التجريبي في الفترة الماضية على مدارسنا، وأظهرت النتائج لله الحمد تبشر بخير من خلال نتائج الاختبار التجريبي الأول. وطبعا راحين نطبق الاختبار الفعلي لأدوات الدراسة من خلال 4 من شهر أبريل. وقبل هذه المرحلة كان هنالك استعداد مسبق من قبل إدارات المدارس والمعلمات وأولياء الأمور من خلال تطبيق عدد من البرامج التي ساهمت في تطوير مستوى الطلبة في القراءة والفهم. من ضمن البرامج التي اتبعناها لتهيئة الطلاب للاختبار برنامج بلغتي أتميز QR قارئ الشفرات للتواصل وربط ولي الأمر بالمدرسة، بالإضافة إلى بطاقة سنقرأ معا ضمن برنامج اقرأ وفكر لمعالجة الضعف القرائي، أيضا استغلال حصص الاحتياط لمناقشة فهم المقروء، ويعني معاونة الطلبة في الاستعداد للاختبار.
استعدت إن المعلمة أعطتني قصص من مصادر التعلم ومشروع الشفرة وقراءة تميزك. ويتكون هذا الاختبار من نصين، أحدهما أدبي والآخر علمي، يقوم الطالب بقراءتهما والإجابة على الأسئلة المستخرجة منهما، والتي تعتمد اعتمادا كليا على قياس مهارة فهم المقروء. معلمة دربتنا على على القصص، قالتنا يعني ذاكروا في البيت عشان يعني تجيبوا درجات نهائية، نوديكم رحلة إلى مسقط ولا إلى أي مكان عشان نحن نفوز يعني. قالوا لنا دربوا في البيت. الامتحان كيف كان اليوم؟ سهل وبسيط. ويعتبر هذا الاختبار من المشاريع الوطنية الذي تحرص وزارة التربية والتعليم على المشاركة فيه، نظرا لما يمثله من مكانة علمية للسلطنة من بين الدول المشاركة. أنور بن زاهر الغريبي من ولاية البريمي. بعد انتهاء منافسات المرحلتين الأولى والثانية لمسابقة الإبداع الشبابي لهذا العام على مستوى المحافظات، وتأهل الفائزين إلى المرحلة النهائية للتنافس على مستوى السلطنة، أقامت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة مسندم حفلا لتكريم الفائزين في المسابقة على مستوى المحافظة. جاءت منافسات هذا العام قوية ومميزة بمشاركة أندية المحافظة الأربعة وفي عدة مجالات مختلفة، منها الثقافية والرياضية والفنية، والتي تميزت هذا العام بإسناد تنظيم المنافسات على أندية المحافظة لخلق جو من المساواة وتفعيل دور الأندية في التنظيم. هذه كانت تصفية أول على مستوى الأندية، والمرحلة الثانية كانت تصفية على مستوى المحافظة، ومن ثم الأوائل على مستوى المحافظة هم اللي يشاركوا على مستوى السلطنة. ونتمنى إن شاء الله الفائزين على مستوى المحافظة يكون مشاركتهم متميزة وفعالة على مستوى السلطنة إن شاء الله. مشاركة فتيات المحافظة هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا، كما ظهر الإبداع الشبابي واضحا من خلال مجال الرسم والتصوير الضوئي، كما ساهمت المسابقات في إفراغ طاقات الشباب واكتشاف العديد من المواهب الشبابية التي تزخر بها المحافظة. هذه المبادرات التي يتبنيها الإبداع الشبابي تجعل من الشاب الذي لديه ابتكارات ولديه مواهب أن يصقلها بهذه المبادرات، لديه فصحى، لديه مجال يبدع به. جاء تكريم دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة للفائزين والمميزين، وكذلك إدارات الأندية هذا العام، ليكون حافزا لمزيد من العمل والإبداع والتنافس بين الإدارات والشباب في المحافظة في النسخ القادمة من المسابقة. إبداعات شبابية تلقى كل الاهتمام والرعاية من الدوائر المعنية والأندية لإكسابها المزيد من الصقل والخبرات. نجم بن عبد الله الشحي من ولاية دبا محافظة مسندم. شهد سعر نفط عمان لتسليم شهر مايو ارتفاعا ب 39 سنتا ليبلغ 37 دولارا و37 سنتا للبرميل. وأفادت بورصة دبي للطاقة اليوم بأن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مارس الجاري قد بلغ 27 دولارا و40 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 7 دولارات و19 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي. قرية ماكاكو النيجيرية الممتدة على بحيرة لاغوس الملقبة بمدينة البندقية الأفريقية، حيث يحيطها الماء من كل جانب ويتنقل سكانها عبر القوارب، إلا أن ذلك لم يمنعهم من بناء مدرسة عائمة بشكل هرمي متكئة على 200 برميل بلاستيكي لاستقبال أكثر من 100 طالب ومعلم. أنا المدرسة، اجعلني كأم لا تمل عني. أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن. آمن بهذه الأبيات أهالي قرية ماكوكو الممتدة على بحيرة لاغوس النيجيرية، فلم تمنعهم ظروف الحياة من بناء مدرستهم العائمة على البحيرة بأسلوب معماري ذكي يوحي بإرادة نابعة من القلب في طلب العلم. والأطفال يبحرون يومياً جيئة وذهابا ملبين نداء المدرسة، كيف لا وأهاليهم يعيشون على الصيد وهم يألفون وجه الصياد.
ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، كأني وجه صياد وأنت الطير في الغصن. إني سعيد فنحن في مجتمع لا يبني البيوت إلا على الحجر والحديد، لم يجرب أحد كيف يتم تشييد مبنى قائما على الماء، الجميع لم يكن يصدق، بالنسبة لنا كان أمرا مستحيلا. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. إني أحب هذه المدرسة، إنها أفضل شيء حدث لنا، لم أرى مدرسة ناعمة من قبل، لقد رجوت والدي حتى ألتحق بها. أنا الباب إلى المجد، تعال ادخل على اليمن، وألقاك بإخوان يدانونك في السن، وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني. أحب مدرستي لأنها تعوم على الماء، شعور رائع، إننا نتعلم بشغف. مدرستي كم يحلو وقتي في الصف وفي قاعة المعمل، مدرستي حلمي أن أصبح إنسانا يبني المستقبل، أتسلح بالعلم وأمضي وأشارك في غد أفضل. أصبحت مدرسة ماكوكو العائمة رمزا لتعزيز التنمية في المدن الإفريقية الساحلية، ومصدر إلهام لبناء مدن جديدة عائمة لتحل محل الأكواخ القديمة. هي مدرستي ما أحلاها، ما أعذب من بعها الداني، تبني روحي تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني وطني أبني وطني، أبني أمجاد الإنسان. وبهذا التقرير عن قرية ماكوكو النيجيرية نصل إلى ختام نشرتنا، والتي كان في أبرز عناوينها: اللجنة العمانية القطرية توقع عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والتربوي، وتناقش تطوير المشاريع الاستثمارية بين البلدين. الأهالي ينظمون حملات تنظيف بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص مع بدء تلاشي تأثيرات أخدود المنخفض الجوي. وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تطورات القضايا العربية الراهنة. وفي ختام نشرتنا، هذه تحيات الزملاء في مركز الأخبار، إلى اللقاء.